نوتيلوس لدلس تنظم نشاطات تتمثل في تعليم السباحة للأطفال، وكذا مبادئ الإسعافات الأولية والإنقاذ، تعليم مبادئ الغطس باستعمال وسائل الغوص لفائدة الأطفال والشباب، بالإضافة إلى تنظيم حصص غوص في البحر، والقيام بجولات سياحية في أعماق البحر، تنظم جولات استكشافية على باخرة حربية محطمة منذ الحرب العالمية الثانية، ومن بين الأهداف المسطرة لسنة 2012 تطمح جمعية نوتيلوس لإنشاء ناد للألواح الشراعية بدلس.
تمنحكم جمعية نوتيلوس فرصة لعيش هذه المغامرات، فلنستمتع معا بهذه الصور الملتقطة من طرف غواصي الجمعية.